الأضرار والدمار الذي تحدثه الصواريخ التي تقصف بها مدينة الخليج. أعرض هذا المنزل لأكثر من صاروخ. شاهدوا مع الدمار. أنا خلفته ولا خلفته؟ شاهدوا هذا الباب. كما تشاهدون باب حديد تدمر بالكامل. شاهدوا. شاهدوا أموال الناس. شاهدوا هذه المنازل أصبحت غير صالحة للسكن وأهلها مشردون. شاهد الدمار. فقط للعلم هذا المنزل بحاجة لهدم وإعادة بناء، وهنالك مئات بل آلاف من هذه المنازل في محافظة حمص وفي مدينة حمص بحاجة لهدم وإعادة بناء نتيجة الصواريخ التي تعرض لها، نتيجة القذائف التي نقصف بها. شاهدوا الدمار. شاهدوا هذا المنزل في أي لحظة ينهار. في أي لحظة ينهار. Thank you.